طبعا بيتواصل معانا دايما وبيكلمنا دايما وبيعمل معانا مؤتمرات وندوات واجتماعات. تمام، دوره فعال جدا ودوره مؤثر جدا معانا، وبدليل هو فعل المعدن المحاماه اللي كان مقفول من 2016 وفعله ودعمنا جدا وعمل المكتبه القانونيه لينا. والنهارده اللقاء ان شاء الله يكون مثمر وفعال باذن الله. احنا النهارده في مؤتمر الحوار مع النقيب عشان نقدم وجهات نظر المحامين الشباب وكبار المحامين في العمل النقابي وفي مجلس النقابة وفي دور النقيب في توعية شباب المحامين بدور المحاماة في المجتمع. وطبعا يعني احنا بنشكر معالي النقيب سامح عاشور في ان هو اتاح لينا الفرصة لشباب المحامين ولكبار المحامين ولجميع المحامين والمحاميات، ان هو ادانا النهارده الفرصه في ان احنا نتكلم معاه ونسال الاسئله اللي احنا عايزينها ونستوضح منه وجهات النظر وبرضه نوضح وجهات نظرنا، وده طبعا هيساعد في النهوض بمهنه المحاماه ونهضه المجتمع طبعا، لان المحاماه ليها رساله في المجتمع وده هياثر بالايجاب على المجتمع باكمله، وعشان شباب المحامين حتى اللي طالعين لسه ما يعرفوش العمل المهني او المحاماه طبعا يعرفوا اكتر، ولو عندهم اي استفسارات او اسئله فطبعا يعرضوها على معالي النقيب، وطبعا معالي النقيب يعني يتكرم ان هو يوضحها لنا ويجاوب على جميع اسئلتنا. طبعا معالي النقيب برؤيته وخبرته على مدى العمل النقابي بيرى انه خلق كوادر جديده مهنيه ونقابيه مدربه علشان في الوقت المناسب هيستلموا المسؤولية ويستلموا العمل النقابي. فمعالي النقيب لا يبخل على الكوادر النقابية الجديدة والاتحادات المختلفة بالدعم المعنوي والدعم المالي لو احتاجوا دعم مالي، ودعمهم كنقيب محامين وكالأب الروحي لنقابة المحامين. النقيب بيدعم الكيانات الشبابية الجديدة دعما لكوادر نقابية جديدة. انا شايف ان النهارده يعتبر انفتاح وحاجه ايجابيه وحاجه تاريخيه في عهد نقابه المحامين، لان معالي النقيب بدا بالفعل يعمل طفره في التقارب مع شباب المحامين، والمؤتمر العام اليوم يعتبر تقارب ما بين المحامين وسد الفجوه اللي كان بيتكلم عليها بعض اطراف المعارضه الهدامه. معالي النقيب بدا يقرب من شباب المحامين والمحاميات وبدا يتجاوب معاهم، وفي حوار بناء، واي اسئله مباحه هيجاوب عليها معالي النقيب في حوار ابوي من الاستاذ سامح عاشور انسان في اجابته على كافه الزملاء، سواء محامي مؤيد محسوب تبع المؤيدين او معارضه بناءه. معالي النقيب قرب من شباب المحامين، ودي يعتبر طفره ايجابيه في عهد النقيب سامح عاشور تحسب له وانجاز يضاف له بعد انجاز زياده المعاشات. مؤتمر النهارده مؤتمر حوار مع النقيب واسال نقيبك مباشر يعتبر بدايه عهد جديد من معالي النقيب في التقارب من شباب المحامين في المحافظات ومحامين القاهره الكبرى، وانا شايف ان دي حاجه ايجابيه تحسب له، لان بعض اعضاء الفرعيات للاسف كانوا عاملين سد مانع ما بين النقابه العامه وبين شباب المحامين والمحاميات، فمعالي النقيب بدا يقرب لنا ويتجاوب معنا ويتحاور معنا وهيرد علينا لإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمهنة وأزمات المحامين، هيرد علينا مباشر، وده حاجة تحسب لمعالي النقيب الأستاذ سامح عاشور. بالنسبة لإنجازات النقيب العام لشباب المحامين لا تعد ولا توصف، يعني هو الحمد لله عامل كيانات كويسة جدا، الكيانات ده في ميزة كويسة جدا بينشئ العمل النقابي بيشجعهم على العمل النقابي داخل نقابة المحامين، بيأسس كوادر شبابية دي لها المستقبل. يعني احنا النهاردة بلغنا خلاص السن يعني كبرنا على كده، ولكن احنا لازم كلنا مع النقيب ككبار المحامين وشيوخ المحامين نقف جنب الشباب نشجعهم على العمل النقابي على اساس نأسس كوادر النهاردة هم اللي هيمسكوا نقابة المحامين اللي جايين المجموعة اللي جاية. فتحية للنقيب من المنبر نقابة المحامين ان هو بيعمل كوادر وبيأسس كوادر لشباب المحامين، واحنا وانا بقول من هنا من المنبر دوت احنا ورا شباب المحامين وانشاء كوادر ليهم وفي ظهرهم لحد ما يوصلوا ان هم يمسكوا نقابة المحامين. بداية يعني نقدم الشكر للسيد النقيب نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الاستاذ سامح عاشور على الدور الجيد اللي هو بيقوم به لبناء النقابة وتقوية النقابة بناءها من كل ناحية، الناحية المهنية والناحية النقابية. والدور النهاردة اللي احنا شايفينه في هذا التجمع الشبابي لشباب المحامين
اللي بيقام في النادي النهري ده عنوان من عناوين ان السيد النقيب بيركز على تطوير النقابة وتطوير المهنة، ولما يجي يطور المهنة فبيركز على شباب المحامين، واللي احنا شايفينه النهاردة دعمه لشباب المحامين ظاهر وواضح، لان كل التطوير اللي بيحصل في النقابة هيجني ثماره شباب المحامين، سواء من المبنى الجديد، سواء من قانون المحاماة الجديد، سواء من تنقية الجداول، وسواء من تطوير العلاج، سواء من البناء اللي بيحصل على مستوى النقابة، فهو يستاهل توجيه الشكر من شباب المحامين، ومن ايضا من شغل المحامين، ومن ايضا من الحريات اللي احنا بنتمناه جميع المحامين، وده شيء طيب احنا شايفينه، وبنسال له وبنسال الله التوفيق ان ربنا يسدد خطاه ووفقه لتكمله بناء هذا الصرح العظيم، صرح العداله اللي هو جناح من اجنحه العداله، لانه بيؤدي دور وطني لمصر والمصريين. شكرا.